يا ريت نوقف الفيديو ثواني لحل هذا السؤال من تجميعات 1440 وتجمعات المحاوسة بال65 نموذج. بيقول في السؤال: أحمد معاه 200 ريال ويوفر 5 ريالات يوميا، خالد معاه 60 ريال ويوفر 12 ريال يوميا، والبعد كم يوما يتساوى ما لديهما؟ في طريقة سهلة جدا للحل، إن أنا آخد الآن المبلغ اللي مع أحمد 200 ريال ونقص منه المبلغ اللي مع خالد اللي هو 60 ريال، 200 ناقص 60 هيعطينا 140. أشوف الآن التوفير، هنا 12 ريال لخالد وهنا 5 ريال لأحمد، أو 12 ناقص 5 هيعطينا كام؟ هيعطينا 7. وبعد كده أقسم فرق المبلغ اللي هو 140 ريال على فرق المصروف اللي هو 7 ريال. كما تعلموا إن 14 قسمة 7 فيها الاثنين، وأضع الصفر، يعني بعد 20 يوما هيتساوى ما معهما، وأختار جيم.